فاتيبة. أيوة الحق يا أختي، غسيل الغرق من المطرة. وحياتك يا أختي، قلت له ليه الغسالة هتنطر؟ أوحتني. الله، ما قفلتش الشباك ليه يا شريف؟ انا شبكته يا ماما. يا بنت المطر يخش يحروس البيت. ده لذيذ قوي يا ماما. هو ايه ده اللي لذيذ؟ المطر. المطر لذيذ؟ يا اختي قدر البنات مانيش قده، لو وقع على حيطه هدو. ايه الكلام ده يا ماما؟ يا بنتي البرد، اقفلي. كل المناديه دي يا ابني ولا انت سامع؟ والله انا ما خدتش بالي، اصل كنت مشغول جدا. صوتي اتنبح وانا بندق عليك. يلا الاكل على السفره يا مدامتي. سايب البلكونه مفتوحه، دي الدنيا نطره يا ابني. تليد انا هاجي وراك يعني، انا بس اخلص الشغل اللي في ايدي. اظن هتقعدني زي كل يوم للساعه 3 من غير اكل. اسبقيني انت وخلي ايدك الشمال تستني. ده الاكل سخن على السفره وريحته مفحفحه تفتح النفس. ما انا نفسي مش هتتفتح ابدا للاكل الا اذا خلصت الشغل اللي في ايدي. بس لو كنت اعرف بس شغلك ايه دي؟ شغلة مهمة جدا، كل دماغي متركزة فيها. انا كمان دماغي متركزة في المسقعة والكمونية. الله يرضى عليك، ما تتأخرش طيب. علي انا جعانة. وراك على طول جاي. حالا حالا. جوعت جوعت. وراك اهو اهو اهو. جارتي الرقيقة الوديعة، إن ابتسامة رائعة رأيتها على شفتيك من أسابيع مضت. ودي يا بنتي، ودي البصرة كمان. أهلا أهلا ست البنات. أهلا أهلا. عشان كتبتك لحسن تبرد. يلا خدي يا بنتي خدي. سلام عليكم. عليكم السلام. دي بينها بطلت. بطلت من شوية بعد ما خلتني عسرة. الله، هو عبد الرحمن ما جاش؟ لسه يا بابا. ما شاء الله ما شاء الله، السفرة النهاردة متوضبة على سج عشرة. يا بختك يا سي عبد الرحمن. والله أنا خايفة يعمل عملة المرة اللي فاتت ولا يجيش. مش ممكن يا ماما بعد الغيبة دي ما يجيش النهاردة. يلا تعال غير هدومك. يلا يا ست. ألحق أسلي الدورة. حاضر يا ماما. تلحقي قوي يا بنتي، قدامك 7 دقايق وربع على العصر. ابيك وجاكيتة بابا يا شريفة. هذه الابتسامة أيقظت قلبي من سباته فاستيقظ على حبك. راقبتك طويلا فرأيت فيك طهرا وخلقا نادرين، فهفت نفسي إلى لقاء قصير أصارحك فيه بأمل غدي ومستقبلي. فهل تسمعين؟ إذا اطمأن قلبك لصوت قلبي فاتركي نافذتك في الليل مفتوحة مضاءة. الجار المحب. Thank you.
بيكي يا رقه يا ذوق يا طعمه. ازاي لينا يا اختي؟ الحمد لله. النبي تسلمي لي عليها. الله يسلمك. عن اسمك. متولي. نعم يا شحشين. تعالى اقوم خد المكوه. بس اوصل المكوه دي واجي لك حالا. لا دلوقتي لحسن المكوه مستعجله. يلا حاضر. المدفع ضرب ولا لسه؟ لسه شويه. البدله دي عايزه تنظيف كويس بالبنزين. حاضر. وانت مجرد الفستان كده ليه؟ بتاع مين ده؟ بتاع ست شريفه. شايف الياقه دي؟ شايفها. عايزه تنظيف بالبنزين كويس. حاضر. والجيب كمان. طيب مع السلامه. الله يسلمك. انت يا ابني مش هتحن على امك وتيجي تاكل معاها لقمه؟ اصل نسيت القلم الحبر مفتوح. ايه خايف على الحبر لا يرصرص زي الاكل ما هو مرصرص. يا ويلها يا سواد ليلها. هي مين اللي هتتجوزك؟ ما بين الطقه والطقه هتخسسها النص زي امك. قلت لك يا نينا كل انت بألف هنا وشفا. ما اقدرش اكل لما تتجوز ومسؤوليتك تبقى في رقبه واحده تانية ابقى ساعتها اكل لوحدي. ان شاء الله يا نينا ان شاء الله. والنبي خلاص انا حصلت ايدي من الاكل وطيران على ام فوزيه. ام فوزيه مين؟ ام فوزيه ام البدر اللي هتتجوزك، ام القمر ليله 14 اللي هيبقى في بيتك. بعدين هنتكلم في الموضوع ده يا نينا بعدين. طب والنبي تعالى تعالى ناكل لقمه. تعالى. سويته كويس يا متولي؟ شوفي حضرتك. ايه ده؟ لازم حضرتك نسيتيها في الفستان. مين اللي حط الورقه دي هنا؟ وحياه ربنا ما شفتها الا دلوقتي. طب يلا ما تجيش تاخد نقره من هنا تاني. يلا. ليه بس يا ست شريفه؟ بتزعقي لمين يا شريفة؟ المكواجي يا بابا، شغل مش كويس أبدا. طب والواد ذنبه إيه؟ أنا بكرة فوت على القسطة بتاعه وأكلمه. الله الشمس طلعت إيه؟ هو الجدع ده ما بيقومش من حتته أبدا. الجدع مين يا بابا؟ اللي ساكن قدامنا. ما خدتش بالي مني يا بابا. باين عليه مؤدب وابن حلال، عينه ما بتترفعش من الجرنان أبدا. اهلا توفيق. ازيك يا ابني؟ قبل ما ادخل طبخين ولا لا؟ عندكم غدا ليا؟ اديك شايف اهو الاكل مرصرص على الترابيزه بقاله ساعه زي اللي مستنيك. ضروري، اصلا انا بيني وبين الاكل انسجام تام. اقعد يا ابني اقعد. هو حسين لسه ما جاش؟ هو خرج عشان يجي. الله، ولسه ما اتغديتوش؟ ده انا مبخت قوي. لسه لغايه دلوقتي يا ابني. شوف كل يوم بالشكل ده اسخن واقعد استناه. لا ده انا جرجرهولك من جوه. على راي ام كلثوم حطيت ايدي على خدي وعديت بس يا خضتني. ازيك يا توفيق؟ الناس العقل. ايه اللي معادك مش شغاله في البلد؟ اقعد بلاش يسأل تسمعنا. هي مين اللي تسمعنا؟ انا قريت جرايد النهارده. بص شوف. اشوف ايه؟ اجمل بنت في العالم. اجمل بنت. بنت الجيران. بقى حسين التقيل الرزين. ما تزعقش يا توفيق. بص بقى حسين التقيل الرزين يتلطع في البلد بالشغيله عشان بنت. دي مش زي اي بنت. يا شيخ يا اخي افهمني بس. بص هنا بشوف هنا. شايف؟ عمرك شفت واحدة بتصلي؟ انت جرى معاك حاجة؟ لو عرفت الحكاية هتعذرني يا توفيق. يا سلام لما الواحد كده يتمدد على السرير بعد الغداء ويسمع الحكايات العاطفية دي. يا سلام. انا بقالي اسبوعين براقبها، قاعد لها هنا في البلكونة. لازم خبطتك ريمش ولا نظرة؟ ادي الحكاية كلها. ابدا. ده حتى مش حاسة بيه.
وكمان مش حاسه بيك. امال تعب نفسك كده ليه؟ قوم بينا نتغدى. قوم يا اخي انت ما همك على بطنك، ما تقعد شويه. ما انت بتقول انها مش حاسه بيك، يبقى على كده يعني يعني لازم مشغوله بواحد تاني. مستحيل، انا متاكد اني هكون اول راجل في حياتها. دي مش زي اي بنت من اللي بتفكر فيهم. بص الله حرما يا بنتي. جمعا يا بابا، عبد الرحمن اتاخر قوي. انا جوعت والله يا اخويا. زمانه جاي بالسلامه. وده مين ده ابو شنب اللي معاها ده؟ ابوها. والتخينه دي امها؟ ايه اللي الادب دي؟ ايوه امها. لكن دي مش حاسه بيك ابدا. مش قلت لك؟ لكن اذا كانت مش حاسه بيك بتحبها ليه؟ بحبها ليه؟ وده سؤال استوفيق. الحب الحقيقي ملوش سبب، بيجي كده من عند ربنا. مفيش حب من غير سبب. اهم سبب خلاني حبيتها انها بنت خام، ما بتعرفش اللي بنات الايام دي بيعرفوه. اسمع يا توفيق، انا بعت لها جواب. يا نهارك اسود، ازاي؟ تعرف عملت فيه ايه؟ ردت عليه؟ لا، قطعته. يا خيبتك، ده السبب اللي خلاني اتمسك بيها اكتر. ازاي تتجرأ وتبعت لها جواب؟ كنت بختبرها، عارف لو ردت عليا ما كنتش اهتميت بيها ابدا. انت عجيب. الله، ازاي بتحبها ومش عايزها ترد عليك؟ البنت اللي تخرج معايا من غير ما ترتبط بيا ما اتجوزهاش. ايه؟ انت نويت خلاص؟ طبعا، انا كنت في الاول مش راضي اتجوز لاني ما كنتش لاقي البنت اللي ما عندهاش تجربه في الحب، اللي ما عندهاش مغامرات. طب يا اخي كلمها عشان تعرف دمها خفيف ولا تقيل، اخلاقها تناسبك ولا لا. كل ده مش مهم. افرض ما انا خرجت معها مره واثنين وعشرة، ايه اللي هستفيده من كده؟ هتفهمها على الاقل. مفيش واحده تخرج مع واحد وتكون معاها على حقيقتها، بتحاول تلبس الشخصيه اللي تعجب التاني، واول ما يتجوزوا ينكشفوا قدام بعض على حقيقتهم. يعني انت عايز تفهمني انك انت هتتجوزها من غير ما تقعد معاها ولا تكلمها ولا كلمه؟ الكلام ده كان زمان يا حبيبي، بنات ليام دي غير بنات زمان. اه انا حبيت شريفة لانها من بنات زمان. بنت خام زي دي اقدر اخليها زي العجينة في ايدي، اشكلها زي ما انا عايز، لانها لا دارت ولا لفت. مش جايز تكون عنيدة. مهما كانت البنت عنيدة هتكون مطوعة مع اول راجل تحبه. اول راجل في حياتها. غريبة، ده أول مرة بشوفه. يبقى مين ده يا ترى؟ ده هو، ده الحبيب المجهول، ده المتمتع بالقبل والأحضان. يكون خطيبها؟ مش معقول، ده اتأخر قوي. هو اللي هيديني كل المعلومات اللي ناقصاني عنها. وش عرف باجت بيها؟ مراته سميحة هي اللي تعرفها، كانوا ساكنين سوا في الحلمية، شفتها عندهم من يومين. طلبت من بهجت انه يسأل مراته عنها. كويس قوي، يبقى ما نتكلمش في الموضوع ده ابدا لغايه لما يجي بهجت، وعشان نضمن سكوتنا نشغل بقنا بالاكل على ما يجي. إيه. انا ما عنديش اعصاب استنى اكتر من كده، تعالى ناخد تاكسي ونروح لبهجت. اه نتغدى وتاني رايحين. نتغدى. الله انا هقوم اسخن لكم الاكل تاني. على ما تسخني هنكون رجعنا. يوه انتوا منزلين؟ مشوار صغير وجايين حالا. استناك هنا مع يا اخي. يلا رايحين فين يا توفيق؟ عند بهجت. بهجت مين؟ بهجت. بهجت مين؟ جوز سميحه. سميحه مين؟ مرات بهجت. الله انت متعبان. بهجت مين يا ابني؟ يلا سميحة. ايوه يا بهجت. فين الكرافطة؟ خلاص اهو. يلا بقى لحسن اتأخرت على حسين. قولي تفتكر حسين واخد الحكاية جد وعايز يتجوز شريفة؟ ده مشغول بيها بشكل غريب. طيب اهلا حسين. بقى دي مواعيد يا راجل. انت مواعيد يا راجل. اهلا وسهلا، اتفضلوا. كويس انك جيت علشان تسأل سميحة اللي انت عاوز تعرفه. عن اذنكم قبلة، تحبوا اعمل لكم شاي ولا قهوة ولا غدا؟ والله الاخيرة دي دمها خفيف قوي يا اخي. هو المهم سألتلي على شريفة؟ هي شريفة حد يسأل عليها؟ دي بنت مثالية في أدبها وفي أخلاقها، وست بيت مفيش كده، وبتصلي كل فرد بفرده. اثبت يعني ما كلهاش كده معرفة بجار بقريب ببعيد. ملهاش قرايب ظباط؟ أخوه عبد الرحمن ظابط في دمنهور وبيجي كل شهر مرة. المهم إذا كنت ناوي صحيح الحق روحك. لازم الأمر على البال. أمرين، واحد موظف والتاني مدرس، وأمها عاجبها المدرس عشان مرتبه أكتر، مع انه متجوز ومراته ميته وعنده ولدين. فتحتها هتنقري بكره. مش ممكن حد ياخدها غيري، دي لو ضاعت مني هينتحر على طول. بتقول فيها ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حسين؟ تيجي معايا شويه. على فين؟ لحد بيت شريفه علشان تعرفيهم على ماما. قوي دقيقه واحده. انا استاهل كل اللي جرالي، ما كنت هتغدى في بيتنا. انا عارف ايه اللي خلاني اروح لطنط. you
الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا. خير اللهم اجعله خير. خير ان شاء الله. يلا دي البسي يا وانا. البس البس. اروح فين يا ابني؟ عشان تخطبي لي. اخطب لك؟ أيوة. ودي مين دي اللي هخطبها لك؟ بنت بحبها جدا. يلا ما تضيعيش الفرصه هنا. ايه ودي اروح لها بسياره ولا بمركب؟ كلهم خطوتين اتنين اللي هتتمشيهم. البيت قصاد البيت. عرفتها. هي دي اللي بتقعدني كل يوم للساعه 3 من غير اكل علشانها. يلا يا نيا معروف. شوف يا اختي الجدع متلهلب ازاي. الاكاده البت لفته وانا نايمه في العسل نوم. اديك صحيت يا نيا. البسي بقى يا ابني. هي الحكايه جهجهوني. الله، لازم اشوف العروسه على مهلي واستخبرها كويس. استخبريها يعني ايه بس؟ ما انتش عارف مكر الامهات ولا بألف البنات. البت من دول تشوفها فايره قدامك ومرعرعه وهي كلها اصطناعي كاوتش في كاوتش. احنا هنشوفها سوا وعينيكي كلها نظر. معاكي حق يا بنتي، بس مش هعمل لكم فنجان قهوه. البسي اعملي معروف. اديني حلبس. انا ما بغيبش في اللبس. انا يا اخويا لا بحط ابيض ولا احمر ولا اقف في الشبابيك اعكس ولاد الناس. طب دي شريفه يا طنط حتى ما تعرفش حاجه اسمها تواليت. ايه هي اسمها شريفه؟ عاشت لسامي. كل اخويا كل كل يا ابو مخ قد كده. خير ان شاء الله. اللهم اجعله خير. على ما تلبسي هيكونوا كتبوا الكتاب ورحت انا بتاعي. يلا طيب اديني روحه. يلا قومي يا توفيق. شوف الحكايه ايه. والله لما تجيبوا لي مزيكا حصل الله ما لاقي من قدام الاكل. سعيده يا طنط. سميحه اهلا وسهلا. تيجي المنيره ولا الجناش؟ مش معقول انا جايلكم على طول. خير يا طنط؟ الزغاريد دي عندكم؟ ايوه يا حبيبتي، شريفه اتفاقبت وبكره هنقرا فتحتها. مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيكي. مستنييني. انا جايلكم حالا. اهلا وسهلا. لا يلا بقى يا اخي. يلا بقى يا مينا. يلا يا ده حاجه. اديني البست. يلا بينا بقى. لو اني مانيش عارفه هقول ايه للجماعه اللي هنطب عليهم زي العمل الراضي. ما تخافيش انا هفهمهم كل حاجه. لا اوعي تتكلمي، اوعي تفتحي بقك. انا هقول لهم ان انا جايه لكم عشان استعرف عليكم لغايه ما اشوف العروسه وافرزها كويس من شعرها لتحت رجلها. ديك الساعه نبقى نقول ان احنا هنقرا فاتحتها. عايز اعرف الاخبار بسرعه يا سميحه. بمجرد ما يوافقوا هطلع منديلي من الشنطه واشاور لهم. يلا سميحه. يا ملهلب قوي. ايه ده انت بقى يا حسين لغايه ما يرجعوا؟ يلا بينا نشوف هيعملوا ايه. يلا يلا نشوف. منين؟ من برج المراقبه. انا مش هقدر اقعد في البلكونه. خليكم انتوا قاعدين وانا هبص واقول لكم. يا جدع عايز حد يشوفنا من هناك. ما تخافش، معايا التلسكوب اهو. تلسكوب اهو اهو. يلا بس بسرعه. اثبت ودوت يا زهر. ما تشوف يا اخي قول لنا. الجرس بيرن؟ ها؟ محد سأل فمك؟ سايبينها ترن؟ ايه؟ انفتح. ايه هو اللي انفتح؟ باب الشقة. أمك داخلة ولا نابليون بونابرت؟ كبيرة في أوضتها. طب اتفضلي أنت يا طنط في Thank you.
عن اذنك يا بنتي لما اروح اقابلها. اتفضلي. شريفة غيري فستانك وتعالي عشان تسلمي عليه. حاضر. مين المدرس ده اللي هتتجوزيه؟ انا اعرف، واحدة قريبتنا قالت لماما عليه وجا كلم بابا ووافق. وانت ما شفتوش؟ مرتين بس، كل مرة 5 دقايق. وايه رأيك فيه؟ وايه فايدة رأيي مادام هما موافقين؟ ازاي يعني؟ هي بيعة وشروة؟ بابا عارف اني مش مبسوطة، لكن ماما مصممة ان يتجوزها عشان قريبتها هي اللي جايباها وشكرا لها فيه. طب اسمعي، انا عندي لك اخبار انما كويسة قوي. ماري يا سميحة. يا نهار اسود. ايه؟ شريفة نطت من مطرحها. ليه؟ يظهر سميحة قرصتها. امك مع امها مستفردة بيها في اوضة الجلوس. ايه؟ امك هتشرب الكازوزة. حلت من حيطان الدنيا. شاب باش مهندس قد الدنيا اسمه سحسن بيه. ربنا يخليه لك. تسلمي. وانت ظن ما حيلتكيش الا شريفة هانم. عندي عبد الرحمن والنبي اسم النبي حارس وصاينه اكبر من شريفة، ضابط بوليس في دمنهور. ايه بيشتغل ضابط بوليس زي ابوه؟ لا والله، ابوه موظف في وزارة الاوقاف. موظف بس في وزارة الاوقاف؟ تشرفنا. اتفضلي الكازوزة. كتر خيرك. كويس كويس قوي. فضل حاجه بسيطه. ايوه ايه يلا، فضل حاجه بسيطه خالص. على ايه؟ وامك تخلص الكازوزه. يا اخي انت عمرك ما تبقى جد ابدا. بص شوف الناحيه الثانيه. ايوه شريفه قاعده جنب سميحه. قامت قعدت قامت قعدت قامت قعدت. اسمعي يا شريفه، لو جالك واحد يخطبك غير المدرس ده توافقي تتجوزيه؟ مين يعني؟ واحد جاركو. جارنا؟ شاب هيعجبك قوي، طول بعرض، اسمر، عيني سود، شعره اسود، شعره كستانة. ده اللي هو مين؟ حسين. يا بنت الايه، ده انت واخده بالك منه خالص. اصل في حاجه حصلت يا سميحه ما تعرفيها. حاجه ايه؟ خايفه اقول لك. تحلفي بشرفك ما تجيبش سيره لحد. بشرفي ما هجيب سيره لحد. حصل ايه؟ انا ما كنتش فاكره انه بيحبني بالشكل ده. لكن شوفي ايه ده؟ جواب مني الحسين؟ ايوه. وماله مطبق كده ليه؟ اصلي قطعت ورميت ورجعت لميت ولزقت تاني ورديتش عليه؟ ما رديتش اديله امل وبعدين احطم قلبه. هو انا في ايدي حاجه يا سميح؟ طب وايه رايك ان والدته جايه النهارده علشان تخطبك لحسين؟ تخطبني انا؟ بس هيقولوا لها انت خطبت خلاص. ملكيش دعوه، بس يلا انت غيري هدومك علشان تروحي تسلمي عليه. سميحة عملت عاملة بايخة. ايه عملت ايه؟ قفلت الشباك. شريفة ماسكة الفستان في ايدها حطته على السرير. ايه؟ قلعت الفستان. مش قلت قفلت الشباك؟ ايوه. امال شايفها ازاي وهي قلع؟ انا مش شايفها، انا بتخيل اللي ورا الشباك. جاك نيلة انت الاخر. واسم النبي حارسها قاعدة في البيت مش كده؟ ايوه. وقبل كده كانت في المدارس طبعا. كانت في مدرسة الثقافة النسوية. حلوة قوي مدرسة السنية دي. لا مش السنية، الثقافة النسوية. الثقافة النسوية. الثقافة النسوية. خلاص حفظتها. بنتي شريفة اهلا وسهلا. يا ارض احفظي يا ارض صوني. يا اختي عليها اسم النبي حارسها. تعالي في حضني يا حبيبتي. تعالي. امك اللي هي خالتي خدت العروسه في حضنها. كويس. ازيك يا روحي؟ ايه ده؟ اديني بوسه. بسعد لما قال الله. مسك وعنبر يا حبيبتي، مسك وعنبر. تعالي اقعدي جنبي. تعال. اسم النبي حارسك وصاينك يا اختي عليها يا اختي. حلوه قوي بنتي، حلوه قوي. الله. مسكتها من. لا لا لا، دي حاجه مفقوسه خالص. ايه اللي مفقوسه خالص؟ ده مسكتها من. منين؟ ما تتكلم. ما اقدرش. ليه؟ الرقابه. القماش ده حلو، جبتيه بكام؟ عاجبك القماش ده يا استاذ محسن؟ قوي قوي والنبي قوي. اتفضلي.
لا يا اختي كتر خيرك، القهوه تقيله على المعده والدكتور منبه عليا ما اكلش الا مسلوق في مسلوق، عشان كده تلقيني جايبه شويه جوز على شويه لوز على شويه بندق عشان ازقزهم. خدي يا حبيبتي اكسري لي اللوزه دي. حاضر. الله رايحه فين؟ اجيب الكساره. كساره؟ على ايه كساره؟ دي لوزه واحده اكسريها بسنانك اللي زي اللولي. الله اسم الله يا اختي اسم الله. كسري الطنط واحده كمان. لا يا اختي كفايه كده. على الناحيه التانيه. معاكي حق، خدي يا اختي على الناحيه التانيه. الله والحرص الله. صلاه النبي احسن. الله انت عامله حاجه بتخين وحاجه برفيع ولا ايه؟ ازاي يا طنط؟ دول كام؟ دول 70 يا طن. يمكن بقى الحجب التاني. اظن الحجبين قد بعض يا است ام حسين. يمكن يا اختي بس انا مش واخده بالي. دي احلى حاجه في شريف عينيها، ربنا ينورهم لها كمان وكمان. اسم الله شعرك حلو قوي. قولي لي يا حبيبتي انت بتعملي شعرك بايدك ولا ايه؟ طبعا يا طن. اصلي يا اختي الايام دي نوبه يطولوه ونوبه يقصروه ونوبه يشدوه. أي. أي. امك شدتها من شعرها. شدت مين؟ العروسه. ايه بتشوف شعرها عيره ولا لا؟ يا اخي مش فاهم ايه لازم ده كله. امك بتضحك. شافت شعرها انه جامد. ام العروسه زعلانه شويه. يا النبي لا مؤاخذه يا بنتي معلش ضهري واجعني مش قادره الم معاكي. هاتي يا عينيا هاتي. اسم النبي حرصك وصينك يا اختي عليها سنها ضاحك حلوه حلوه قوي. سميحه شاورت بمنديلها. الحمد لله. استنوا بس لما نشوف ايه النتيجه. شوفوا قول لنا. ما حدش يكلمني ما حدش يوصلي. في ايه؟ أبوها. يا نهار أبيض، ده ماسك جرنان وفاتحه هو راخر، الظهر عامل فيه تلسكوب زينا. بقى الصراحة حلوة ولا فيش أحسن منها. أنا بالعربي كده عايزة أخد شريفة لحسين. الله رايحة فين يا عروسة؟ أنت اتكسفتي ولا إيه؟ علشان ها قلتي ايه يا ست ام شريفة؟ والله يا ستي ما كانش ينعز. شريفة مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ لواحد مدرس وحتنقري فتحتها بكرة. خلاص احنا نقرا فتحتها النهاردة واللي سبق كل النبأ. ولا ايه بقى يا ست سميحة؟ ان شاء الله هيكون له اسم فيها. ان شاء الله. قلتي ايه بقى يا ست ام شريفة؟ الحاجات دي اسمه ونصيب يا ست ام حسين. وإذا كنت حضرتك صرحتيني من أول ما دخلتي كنت أنا كمان صرحتك ووفرت عليك الكشف الطبي اللي عملتيه على بنتي. حق ملكيش حق، عروسة ابني اللي هتعيش معاه العمر كله مش هتطمن عليها؟ مش هنقيها؟ مش هاخدها على الفرازة؟ لكن بالطريقة دي كلنا اتخطبنا كده يا روحي. وانا لما جم خطبوني امي لا زعلت ولا خدت على خاطرها. على كل حال حصل خير، وزي ما قلتلك البنت مخطوبة. مخطوبة يعني ايه؟ مادام ما تقرتش فتحتها ولا كتب كتابها يبقى خلاص. الله، واحنا مهرنا جاهز مستعدين نكتب النهاردة. البنت للدنيا ابوها موجود ورأيه فوق كل رأي. تمام كده، عن اذنكم دي يا واحد. اتفضلي. وعريس مين ده اللي هياخدها؟ هيكون احسن من ابني؟ فشر، ده انا ابني باش مهندس قد الدنيا وفوق ده وده يا حبيبتي واخد اكبر شهايد في العالم وكمان عنده بيت ملك. والله يا سميحة يا بنتي كل اللي بتقوليه كويس، لكن انا اديت كلمة لواحد مدرس. لا يا عمي اسمحلي، سعادة بنتك اهم بكتير من الكلمة اللي اديتها له. ده صحيح يا بنتي، لكن اقول له ايه؟ انت نفسك شاعر ان شريفة ملهاش غرض في المدرس ده. انا متأكدة انها هتكون مبسوطة وسعيدة مع حسين. والله يا سميحة من يوم ما سكننا هنا وانا عجباني اخلاق حسين، عمري ما شفته رفع عينه ناحيتنا مرة واحدة. تعرف يا عمي لو رجعنا وقلنا له ان حضرتك مش موافق يمكن يموت نفسه.
يا سلام، للدرجة دي؟ ده ما كانش عايز يتجوز أبدا، لكن من يوم ما سكنته قدامهم وعرف أخلاق حضرتك وسأل عليكوا على أصلكوا قال يا دي يا مش متجوز أبدا. أمك مش عاجبها الحال، قطعت المفاوضات. وأبوها قاعد يتكلم مع سميع بيقولها إيه؟ أنا عارف بيقولها إيه، أنا هسمع بيقولها إيه وأنا هنا قافلين الإزاز. وشريفة؟ شريفة فتحت شباك أوضتها قلقانة قوي، أهي رايحة أهي جاية، رايحة جاية. أنت قافلة على نفسك ليه يا بنتي؟ أبدا يا بابا. الله، إيه الورد الجميل ده؟ مين اللي بعته؟ ده من عبد الحميد خطيبي. أنا سمعت إنه هيتنقل سوهاج، وأول ما تتجوزوا هياخدك على طول وتعيشوا هناك. وأنا إيه بس اللي وديني سوهاج يا بابا؟ الله، مش شغلة جوزك يا بنتي؟ يا بابا أنا ما أقدرش أغيب عنك أنت وماما، ما أشوفكوش غير كل سنة مرة. يعني إذا جالك عريس ويكون قاعد في مصر على طول تفضليه أكتر؟ طبعا. طب وإذا كان ساكن معانا هنا في المنيرة؟ يكون أحسن. لا ده انت طماعة قوي، ناقصة تطلبي كمان يكون ساكن قصادنا. ها؟ انا هروح اسلم على ست ام حسين. اتفضل يا بابا. يا ست ام حسين انا ما قلتش حاجة تزعل، ابوها هو اللي يتصرف فيها. انا ما زعلتش يا حبيبتي. اهلا وسهلا بجيران الهنا. اهلا بيك. واقفه ليه؟ اتفضلي استريحي. لا ما هي ملهاش لزوم قعدتي بقى خلاص. ليه؟ كفلنا الشر، تعالي اتفضلي. ست ام حسين جت تطلب شريفه لحسين، قلت لها دي مخطوبه، زعلت مني. شوفي يا ست ام حسين. نعم. سميحه كلمتني في الموضوع ده، وانا علشان الجيره وعلى ما شفته من سحسين واخلاق سحسين، هو فيه زي ابن حسين في الدنيا؟ وعلى ما سمعته من سميحه عنه وعنكم يخليني اوافق مبدئيا على سحسين. يجبر بخاطرك زي ما انا جبرت خاطري. ايه رايك يا ام رحمان؟ رايي رايك، واللي تشوفه حضرتك يمشي. واحنا بديك الساعه لما الناس بناس كمل زيكم، يعني اقومله اروح افرحه؟ لا احنا موافقين مبدئيا، اديني فرصة اسأل عنه كمان. اسأل يا حبيبي، اسأل على كيفك، اسأل زي ما انت عايز، اسأل عشان تطمئن. اوعى تكوني زعلانة مني يا حبيبتي. وانت حد يزعل منك يا ست ام حسين؟ ده احنا بقينا اهل وقرايب. مبروك يا حسين. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. وعبالك يا حي فضل الله ولا فعلك يا شيخ. ام رتيبة سمع الزغاريت. الله، ده ام حسين يا اختي، لازم حسين هيتجوز. هيتجوز مين يا اخي؟ والله يا اختي ما اعرفش، لكن اجيب لك الاخبار وارجع حالا. ما نكتب الكتاب النهارده يا ريت. مبروك مبروك يا حسين، مبروك. خلاص يا حبيبي اتفقنا، البنت زي حته الغريبه. متشكر قوي يا نيمه. ربنا يتمم بخير يا حسين. ميرسي يا سميح. ما جبتوش العروسه معاكم ليه يا اخي؟ استنى لما نسمع الاخبار. هي تسمع. ما فيش لزوم تسمعوا الاخبار، المهم ان احنا اتفقنا وخلاص. عال يا حسين، هتجيب شبكه ايه؟ احنا ننزل ندور في البلد على احسن شبكه. احنا مين؟ انا مجنون انزل الف معاك عشان ابوظ نص ناع لجزمه جديد؟ بلاش، حتى انت ذوقك وحش. اسم الله اسم الله عليك يا ابو مخ قد كده. اوعى تعمل عملت بسلامته. سلامته يعني ايه؟ سلامته يعني حموده فايت يا بنت الجيران. انا حواصي البلديه تعمل ترتيبها، تقفل كل الشبابيك والبلكونات. عفوا يا جماعه، انا هكتب الكتاب من هنا وهاخد عروستي من هنا على مكان بعيد عن الناس لمده شهر على الاقل. مبسوطة؟ أوي. تفتكر لما نرجع من شهر العسل هيكون العفش خلص؟ وإذا ما خلصش هيحصل إيه؟ نقعد فين أمك؟ نمد شهر العسل. أنا أمك. إذا كان كده أول ما نوصل الفيوم هبعت لهم جواب علشان يأخروا العفش. أنا عندي اقتراح أحسن. هما
يخلصوا العفش واحنا نمد شهر العسل برضه. انا رايي ما دام الزوجين بيحبوا بعض هيمضوا حياتهم كلها في شهر عسل. شريفة دي؟ شريفة مين؟ أخت عبد الرحمن اللي كان معنا في البرهمية. أيوة والله بينها هي يا فؤاد. حلوت قوي لما كبرت. يا سلام، دي فكرتني بحاجات. حاجات إيه؟ أهو متشكر أوي. عفوا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عجبتك الأوضة؟ لطيفة أوي. على فين؟ هطلع الهدوم الشغل. مستعجلة أوي على الهدوم؟ هطلع فستان ألبسه. ليه؟ مش هنخرج نتفرج على البلد. هو احنا جايين هنا عشان نخرج. أمال هنقعد في اللوكاندا على طول؟ أنا عندي أجازة شهر. هنخرج من هنا على القطر على طول. هتضايق هتشوفي. كام ده يا عبدو؟ 39. سواح؟ سواح غرام اكسيرا جايين من عند المأزوم في السلوفان طازة. الكنكة حلوة؟ الكنكة والبراد حلوين قوي. 7 ايام يا اخويا من نهار ما جم ما خرجوش من اوضتهم. يا بختهم. اهو ده شهر العسل اللي بيقولوا عليه. انا لما اتجوز وش هعرفك لعمل زيهم. على فكرة اوعى تنسى النهاردة فرحي عالي لازم تيجي. ضروري جاي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا عبدو. الغدا برضه هنا يا فندم زي العاده؟ ايوه يا عبدو. يلزم خدمه يا فندم قبل ما امشي لاحسن. النهارده يا فندم عندي اجازه علشان هتجوز. كده مبروك يا عبدو. الله يبارك فيك يا فندم. اتفضل جنبك انت والست شرفوا الفرح بتاعي. ده فرح عربي يا فندم عمركم ما شفتوا زيه. طيب يا عبدو نفكر في الحكايه دي. طقم الفراشين كله يا فندم يعرف عنوان البيت بتاعي. سعيد يا فندم. مع السلامه يا عبدو. ربنا يتمم بخير. اما براو عليك. ايه رايك نروح نتفرج على فرحهم؟ بيتهيألي تبقى فرجه حلوه. يلا الفطار. مستعجله قوي على الفطار؟ بعدين الشاي يبرد. سيبيه يبرد. خليه دلوقتي من فضلك.
يعني لازم نخرج دلوقتي. احنا ما بتشبعش من القعد في الاوضه. انا نفسي اقعد هنا على طول. دي تالت مره تلبسني ونرجع نقعد تاني. قلتلك من الاول ما تلبسيش، ما سمعتيش كلامي. ذنبك على جنبي. حاسب يا حسين، حاسب شعري، اغصى عليك. الحكايه هتنتهي بالطريقه الهمجيه دي. عوايدهم على العموم ما حصلش حاجه ابدا. انت فين ايه يا حسين؟ دي الطريقه البسيطه البدائيه اللي ممكن العريس يعرف ان عروسته محدش لمسها قبل منه. هي دي الطريقه الوحيده؟ ده توحش. لو كل الناس اتبعت الطريقه دي كان كل بنت عملت الف حساب للحظه دي وتحافظ كويس على نفسها. ده مظهر خداع وممكن تزيفه بسهوله. ده البنت حبت انها تخدع جوزها. ده صحيح، لكن الراجل الحريص مش ممكن يشرب مقلب زي ده. واذا قدرت عروسته تغشه يبقى مغفل ويستاهل كل الاجرام. خبر يا حسين، ما كنتش اعرف انك اراء خطيره بشكل. وانا ما كنتش اعرف انك خوافه للدرجه دي. يا خبر، احنا تاخرنا قوي. يلا بينا. تاخرنا على ايه؟ تاخرنا جدا. يلا حبيبتي. حسين بعت يشكرني اللي خلفت له شريفه، وست شريفه بعت تتشكر لي ان انا هديتها باعظم هديه. هدية ايه يا اختي؟ حسين بيز ما الله عليها قد الدنيا. هما الاتنين بعتين يشكروا اللي خلفوهم.
نجاملك في الافراح يا ست ام صرصاره. حياتك يا اختي. يا ما كان في نفسي يا اختي اروح معاهم يا ست ام عبد الرحمن. على ايه يا ست ام حسين، خليهم مبسوطين كده لوحديهم احسن. يا سلام، يعني انا اللي كنت هروح معاهم شوكه في زرعهم؟ يقطع دي ما اقصدش والنبي. ده انت كنت تنوريهم يا ست ام حسين. لو كانت كل حامه عايزه تسافر مع عروستي ابنها بعد الجواز ما كانوش ولا بلاش. نعم، ما كانوش ايه؟ ما كانوش سموه شهر عشر. لا يا شيخ، كانوا سموه شهر بصل. ها؟ عندي كاميرا وصورك وانت قاعده زي الملاك البريء، وانا واقف في البلكونه والنطره عماله ترخ فوق دماغي وانت ولا حاسه بيه. ولا الجورنال اللي كنت عامل فيه فتحه وبتبص منه. الله، شعرفك كانت عينيك باينه منه. انا لكن انا نسيت اسالك، ازاي تبعت جواب لواحده ما تعرفهاش؟ جواب ايه؟ جواب اللي بعته مع المكواكي. غصب عني كنت حبيتك. تقوم تطلب مني اني اقابلك؟ مين قال الكلام ده؟ كنت كاتب لي كده في الجواب. لكن انت قطعت الجواب. بعد ما نزل مكواجي لميته ولزقته وقريته. صحيح قريت الجواب؟ حتى قبل ما تبعت لي الجواب كنت بشوفك واخد بالي منك. لكن ما كانش باين ابدا انك كنت بالك مني. ما هي دي الشطاره. تعرف كنت بشوفك ازاي؟ ازاي؟ في ضرفه الازاز وانا مديك ظهري. غريبه. وبالليل كنت افضل ابص عليك لحد ما تنام. تبص عليا منين؟ من ورا الشيش. شيش؟ يلا روح يلا. انت اتضايقت يا حسين؟ لا ابدا. امال مالك بتفكر؟ في الكلام اللي قلتيه. انا وكلام ان كنت واخده بالك مني وبتبص عليا من ورا الشيش ده. انا كنت بصلي وبدعي ربنا انك تكون مناسب للدرجه دي حبتيني؟ انا بستغرب ازاي قبل ما تعرفي عني حاجه تحبيني. يعني لو كان اي واحد غيري وقف لك في البلكونه زي ما كنت انا كنت حبتيه، مش كده؟ اي واحد تاني ازاي بس يا حسين؟ انت فاهمه قصدي كويس. حسين ما تقولش كده، ده انا ما كنتش بفكر في الحب ده ابدا، وكنت دايما اقول على البنات اللي بيحبوا انهم مجانين ومش متربيين. ما انت كنت زيهم. انا مش قلت انك حبيتيني من غير ما تعرفي عني حاجه؟ انت زعلان اللي حبيتك يا حسين؟ ايه اللي خلاك تحبيني؟ مش عارف. حبيتيني كده من غير سبب؟ وانت حبيتني. بصيلي، بصي في عينيا كويس، عايز افهم منك حاجه واحده بس. ايه هي؟ أنا أول واحد حبيتيه. ربنا يعلم إني عمري ما اهتميت بأي حد غيرك يا حسين. أنا نفسي مش عارفة ليه. ولما كنتوا ساكنين في الحلمية ما كانش فيه شبان ساكنين قدامكم؟ ما كنتش بشوف حد. ده رد مش معقول. قولي ما كنتش بهتم بيهم، لكن ما بتشوفهمش إزاي؟ كانوا لابسين طاقية لخفة؟ يا
ايه الكلام ده يا حسين؟ ردي على سؤالي، عايزه تجنيني ولا ايه؟ انا مش فاهمه انت زعلان ليه؟ افهمي، من كتر حبي ليكي بغير عليكي من كل شيء، بغير عليكي حتى من نفسي. كان نفسي اكون معاكي من يوم ما اتولدتي، محدش يلمسك غيري، محدش يعلمك الكلام ولا يوريلك الدنيا ولا يفهمك الحب غيري انا، انا بس. تتضايقي لما احبك الحب الجنوني ده؟ ابدا يا سامحيني، خلاص مش هفتح السيره دي تاني بعد كده. يلا بينا نخرج. انا مش هخرج. ليه؟ محبش اخرج مع واحد مبوس زيك كده. حقك عليا. تفكر في ايه يا حسين؟ بفكر في السنين اللي ضاعت من عمري قبل ما تيجي وتسكنوا قدامنا. لو كنت جيت المنيرة من زمان كنت اتمتعت بالسنين دي كلها. عندك مانع نعوضها؟ ده اللي احنا هنعمله. مالك حبيبتي الشمس مضايقاكي؟ لا ابدا. هجيب لك الشمسية من لوكاندا دقيقة واحدة. شريفة، ازيك يا شريفة هاني؟ الله يسلمك. فرصة سعيدة قوي. مبروك الجواز. الله يبارك فيك. وازاي يا عبد الرحمن؟ كويس؟ كويس. أرجوك تبي تسلمي عليه. الله يسلمك. عن إذنك. البت حلوة صحيح. أنت بتعاكس سمرات إيه؟ أنا ما عكستهاش. ما تمسكنيش كده. أنا شايفك كنت بتكلمها. بيكلمها أيوة لكن بكل أدب واحترام. وتكلمها ليه؟ تعرفها منين؟ أنا أعرف شريفة من قبل ما تتجوز سيادتك. يعني إيه؟ عايز تقول إيه؟ مش كده يا جماعة تلموا الناس علينا؟ يلا يا فؤاد. رد عليا هنا. تعرفها منين؟ يا سيدي. يا سيدي ده كان بيذاكر مع أخوه عبد الرحمن أيام ما كانوا ساكنين في الحلمية. إيه بس في إيه يا جماعة؟ مفيش حاجة. أنا متأسف. حصل خير؟ كان عايز منك إيه يا فندي ده؟ ولا حاجة. تعرفيه قبل كده؟ هعرفه منين بس يا حسين؟ كان لسه بيكلمك. والله ما في حاجة يا حسين. تعالي. دول لسه نازلين، لحقوا يرجعوا على طول. وحشتهم الاوضه يا عريس. عريس ايه بلا خيبه؟ اذا كنت اتجوزت بالليل ونزلت الشغل الصبح ده يبقى شهر عسل ده. عياطك ده يدل على ان ضميرك بيعذبك. قولي كل حاجه، بتكدبي ليه؟ والله ما بكدب يا حسين. الولد ده مش كان بيذاكر مع اخوكي لما كنتوا ساكنين في الحلميه؟ ايوه. بتعيطني ليه؟ عايز افهم. انا عارف انك مش هتقولي الحقيقه لكن اسمعي، تكوني متحرمه عليا ومطلقه من يوم الدين اذا ما كنتيش تجاوبي بصراحه على اي سؤال اساله لك، فاهمه؟ هي حصلت للدرجه دي يا حسين؟ رد على كل اسئلتي. حاضر زي ما عجبك. اذا كدبتي عليا في اي شيء يبقى بيني وبينك ربنا، اذا كنت عايزه تعيشي معايا في الحرام اكدبي. مش هكدب ابدا يا حسين. الولد ده اللي اسمه فؤاد لما كان بيذاكر مع اخوكي ما حاولش مره يغازلك؟
ينزلني قدام اخويا وده معقول بس يا عزيز؟ مش قدام اخوكي. ما حاولش مره يقابلك لوحدك. هيقابلني لوحدي فين بس؟ انت عارف اني ما بخرجش لوحدي ابدا. تتقابلوا في اي حته، في البيت مثلا اثناء غياب اخوكي. ما تنسيش اني حلفت عليكي. ردي. ايوه قابلني لوحدي. قولي قولي كل حاجه. في يوم بابا وماما خرجوا من البيت وسابوني لوحدي وما كانش اخويا موجود، وهو جه وفتحت له الباب. ما كانش في حد غيرك في البيت؟ وبعدين؟ بعدين قعد يقول لي كلام مش فاكره. كلام زي ايه؟ كلام الكلام اللي بيقولوه الشبان دول، انت حلوه وانا بفكر وكلام فارغ. ما حاولش مره يلمس ايدك؟ مش فاكره. مش فاكره ازاي؟ مش فاكره اذا كان ساعتها مسك ايدي ولا لا. انا ما اقدرش اكذب عليك، انت حالب عليا يمين. اتقابلتم لوحدكم كم مره؟ مش فاكره. 50 مره مثلا؟ لا ابدا، 5 6 مرات. كنتوا بتتقابلوا لوحديكم ومفيش حد في البيت خالص، مش كده؟ وطبعا باسك. ردي قولي كل حاجة، كل حاجة حصلت بينك وبينه. اتكلمي. ما حصلش غير كده. كدابة كدابة. الدنيا برد علي. ما تخافيش عليا، انا واخد على برد البلكونات ومقالب البلكونات. تعال عشان تخاف. عايزه مني ايه تاني؟ حصل ده كان زمان خالص يا حسين. ما تحطيش ايدك عليا، ما تلمسنيش خالص. مفيش قدامي باللبس ده ابدا. ما تفتكريش اني ساذج زي ما انت فاهمه. كل اللي بينا انتهى. ايه بس يا حسين؟ تسأليني ليه؟ لازم اسألك، أنا مراتك. أنت مش مراتك. لا. لا، ما تقولش كده. ما تضيعش حب نفسي وتخاف. أنا بحبك يا حسين. 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 ويسكي دبل. ما
تحقنش بروحك كده، بعدين تقوم ساكت وهي تراسك. يا مين دي؟ المحاسبة المنسبة سليلة الأسر الكريمة اللي معاكنين عليك هرشت. وانت ايه عرفك؟ وفي حد معاكنين علينا غيرهن يا أستاذ؟ يظهر ان حالك زي حالي. فشر انا ألعن. بقول لك الستات كلهم زي بعض، حوا هي الأصل والباقي كلهم كربون. ايوه. انت يمكن عرفت لك واحدة اتنين، لكن انا عرفت كتير قوي. علبة كربون بحالة، ودايما كنت تبتدي بعسل وتختم بزفت. عندك حق. ايه رأيك في الكربونة دي؟ الساعة بعد 11 زمانها نازلة دلوقت. وجوزها؟ جوزها ولا يهمك. اهي جت. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا كنت فاكر مش هتقدري تيجي. اسفة قوي اللي اتأخرت عليك. اهلا وسهلا. نازلة ولا ايه؟ لما اتأخرت تحت اتوهوشت عليك. ودلوقتي اطمنتي؟ ايوه. لا ما يصحش، لازم تنزلي برضو. انزل اروح فين؟ اللي مستنيكي تحت. تكرر لعقلك حاجة ولا ايه؟ مين ده اللي مستنيني تحت؟ سفؤاد. أرجوك ما تجيبليش السيرة دي تاني. احنا عندنا حد تاني نتكلم عنه غير سفؤاد. أنا مش فاهمة ايه اللي حصل عشان تعمل كل ده. مجرد إنسان كلمني وكلمته، كنت لسه عيلة ومعرفكش. أرجوك تحاسبني من يوم ما أصبحت مراتك. بس من يوم ما أصبحت مراتي جينا علشان نقضي شهر العسل، ما قدرش سي فؤاد على بعدك وجاه وراك لحد هنا. يا شريفة، يا شريفة جدا. ربنا عالم إنك ظالمني. أنا راجل عندي مبادئ وحريص عليها، ما كلش من طبق كل منه غيري. حسين، أنت عارف معنى الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أنا عارف حاجة واحدة بس، حياتنا الزوجية انتهت. حسين لا. شايف ايه ده؟ جواب. اللي يعيش ما يشوف، واللي اشتغل في اللوكاندات يشوف اكتر. 39 لسه ماشي دلوقتي وبعت لي الكنكه بتاعته جواب حب. ادي الحب ولا بلاش؟ الاستاذ بعت لي سيادتك الجواب ده. متشكرة قوي. عندما يصلك خطابي هذا اكون انا في طريقي الى القاهره. لقد انتهى كل شيء بيننا. لقد تزوجتك لسبب واحد، واعتقادي المضحك بأنني أول رجل في حياتك. ثم اكتشفت أن هناك من ملك عواطفك قبلي. لقد عشت ليلة في الجحيم وأنا أتخيل ما حدث بينك وبين صاحبك القديم. سأرسل لك ورقة الطلاق بمجرد وصولي. فأنا لا أحب المرأة التي أكون أنا ثاني رجل في حياتها. معلش يا ابني، انت اللي استعجلت على الجوازة دي. دي القهوة ما تبقاش قهوة ولا تبقاش طعمة الا اذا كانت مستوية ومتسبكة. الاسم كده؟ لا، سيب الاسم في حالها، ما تظلمهاش. دي داخلة مستقوية القلب عليك، على قتيل البلكونات والشبابيك. ربنا عايز كده يعني. بس لو تحكيلي يا ابني ايه اللي حصل ما بينك وبينها. مفيش حاجة، ما اتفقناش مع بعض.
لا دي لازم عنادية ولسانها طويل عليك مش كده؟ اه يا ناري لو كنت طوعتني من الاول. لكن معلش ما تزعلش، انا بكرة اجوزك ست ستها وحياة عيونك هجوزك واحدة تزرع لها فدان شطة في قلب شريفة بتاعتك، شطة وفلفل كده. سلامة. على مهلك. ألف مبروك يا ست شريفة. لا مؤاخذة ما لحقتش أبارك لك قبل ما تسافر. لا يبارك فيك يا عم عبد. وإزاي يا حسين؟ مش بخير؟ الحمد لله. ده ابن حلال واستاهل السلامة. من حظك إنك وقعتي فيه. عاوزين نقدم النقاط عن قريب إن شاء الله. شكرا يا عم عبد. مبروك يا ست أم عبد الرحمن. يبارك فيك يا حبيبتي عقبال عندكم. وحشتيني يا حبيبتي. حمد لله على السلامة. ده انا متهيألي بقالي سنة ما شفتكيش. الله مالك يا شريف؟ انت بتعيطي؟ مالك يا حبيبتي؟ جرى ايه؟ تعالي 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 يا حبيبتي تعالي. اوبا اوبا. ايوه ريح ريح. بس العرش كله سليم يا استهلال، اتفضلي شوفيه. لا بشوف ولا بعيد. لقحوه مطرحه واتطرقوا. نخدمك في الافراح يا هاني. ايه انت وش افراح؟ ده عرش عروسه استهان، وربنا يخليك العريس يتمتع بعروسته. اغرس انت واتطرق. ما تزعليش يا ست هاني، بدينا هبيتنا خلينا ننزل. وهبيتكم على ايه جت كونيلا؟ رايح فين يا ابني حسين؟ رايح لها. ادينا هبيتنا يا استاذ. هبيت ايه جت كونيلا؟ ورا الشبوش هيشتغل لله. بقى يسيبك وحدك في اللوكاندا وينزل على مصر علشان فؤاد سلم عليكي؟ ده لازم يتجنن. عاوز له حد يرد له عقله في دماغه. الله يجازيك يا رجالة. بس الناس هتقول عليك ايه لو المجنون ده طلقك؟ ما افتكرش يعمل كده. ما هو كاتب كده في الجواب اهو. حسين مش ممكن اهون عليه ويسيبني. اللي يغير بالشكل ده مستحيل يضحي بحبه مهما زعل من مراته. ربنا يسمع مني. طيب بحس كده مفيش لزوم نجيب سيرة لأبوكي ونزعله لحد ما أوصل لوالدته وهشوف لي حل معاهم. لا يا ماما ما تروحيش. ما روحش، ده أنا أروح وأروح قوي كمان.
يا شكوك فك عقدته، يا رب ريح قلبه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. هو حسين ما كلمكيش في الموضوع؟ حسين يا ستي ما بيخبيش حاجه على امه حبيبته. وانتي يرضيكي اللي حصل؟ اللي حصل واللي كان لا ينحكي ولا ينقال. خليها في القلب تجرح ولا تطلع لبره ترمح. يا ست ام حسين، ابنك ما اتجوزش واحده من الشارع، اتجوز واحده بنت ناس. بنت الناس يا حبيبتي، ما تعملش اللي عملته بنتك في ابني. بنتي ما عملتش حاجه تهين كرامته ولا تجرح احساسه. باسمع ما اقولك، ما تخلينيش اتمزق. الست يا حبيبتي لازم تطاوع جوزها وتسمع كلمته، يا اما ما تستاهلش ابدا تاكل لقمته. الراجل العاقل لما يشوف حاجه مش عاجباه في الست بتاعته يتفاهم معاها بالراحه. راحت مين يا حبيبتي؟ بنتك مستقويه القلب على ابني قوي، عايزه تركبه وتشد اللجام، لكن ده بعدها بعدها قوي. يعني عاوزاه يتهمها التهمه دي وتقول له امرك يا سيدي؟ لا، عايزاها تخبطه قلمين وتسحبه من ايده وتوديه المدرسه ساعه الصبحيه عشان يتعلم الادب من اول وجديد، مش كده؟ ما قلناش كده يا ست ام حسين، ده حتى فؤاد اللي هو زعلان منه مؤدب واخلاقه عاليه، ده كان بيجي عندنا في البيت ويذاكر مع اخوها عبد الرحمن. هو اسمه فؤاد؟ عاشت لا سامي ولا اتجوزهاش ليه يا اختي فؤاد؟ وهو كان خطبها عشان يتجوزها يا ست ام حسين. اهو انتي لما كنت في بيت ابوكي محدش شافك ابدا وانتي بنت بنون. فاشر والف مره فاشر، ده محدش شاف خيالي، ده انا ما كنتش انزل بره الباب، ما كنتش ابص من الشباك، ده ابو حسين نفسه اتجوزني من غير ما يشوفني. احيه على بنات الايام دي، احيه على عمايل بنات الايام دي، دول ميه من تحت تبن. قوليلي يا حبيبتي، الست لما كانت تلبس الطرحه البيضة وتقعد على السجاده كان بيقعد جنبها سفؤات؟ عيب الكلام ده يا ست ام حسين، ملوش لزوم. لا له لزوم، ونص وتلات تربع. فضلت بنتك تخيل ابني من الشباك لما جابت رجله في الخيه، ولما السمك جه في الشبك عايزه تقلي وتشوي وتاكل على كيفها، لكن ده بعدها بعدها قوي. امه موجوده، امه امه. لكن دي مش طريقة تفاهم دي. ما رحناش نبوس الايادي عشان نتفاهم يا ستي. طيب خليتك بعافية. الله يعافيكي، مع السلامة. والقلب دعيلك. ألف فؤاد قال هذا اللي ناقص، والواد ما بيحكي ليش حاجة.
يلا يا بنتي العشاء جاهز. لا معلش يا ماما، انا تعبانه وحنام. طيب يا حبيبتي تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. يحرمك من نور عينيك. زوجي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بحق ده الصباح الفضيل تهديه وتريح باله وتنور له طريقه وتصلح له حاله يا رب. النبي صلي صلي على النبي صلي على النبي صلي صلي على صلي على النبي صلي صلي على النبي صلي النبي صلي صلي على. صباح الخير يا ست. ربنا يسمع منك ويبقى كله خير يا ابني. استنى ما اجيب لك الفلوس. صلي على النبي صلي صلي على النبي صلي صلي على النبي صلي.
صباح الخير يا ابني. صباح الخير يا نينا. ما تقوم يا ابني تلبس هدومك وتنزل تتفسح لك شوية. ماليش نفس يا نينا. يعني يا ابني هتفضل شايل عبد القادر فوق اكتافك؟ قوم يا حبيبي قوم. والنبي يا ابني ما حد يستاهل الزعل اللي انت زعلانه ده ابدا. قوم يا روح امك قوم عشان خاطري انا. قوم قوم يا حبيبي قوم يا ابني طول عمرك. السلام ورحمة الله وبركاته. ما تعرفش شريف أبوك في ساكنة بأي دور والله؟ ليه لا سمح الله في إيه؟ في ورق جالها في الاسم عايزين نسلمه لها. اسم؟ أيوة. ورق إيه؟ محضر؟ لا مش محضر ده ورق طلاق. طلاق؟ أيوة. يا ساتر يا رب. فين هي؟ يا ساكنة في أول دور هنا. متشكر يا أخي. الطلاق طلاق يا ساتر يا ساتر يا رب يا رب يا ساتر يا ساتر يا رب يا رب يا حفيظ. أم رتيبة أم رتيبة شايفة يا أم رتيبة؟ في واحد عسكري بينده على شريفة. يا ترى ليه وجاي ليه وعشان إيه وسببه إيه؟ هجيب لك الأخبار وهي حالا. السيدة شريفة لطفي من فضلك. ستي ستي واحد عسكري عاوزك. حضرتك ستي شريفة لطفي؟ أيوه. هنا هنا مفضل. متشكرين جدا. ستي ستي مالك يا حبيبتي؟ شريفة كلميني مالك؟ ايه الورقة اللي في ايدك دي؟ اخ عليه وعلى اصله. العسكري بنفسه هو اللي قال لك انها ورقه طلاق. هو كان عاوز يقول ده انا استنطقته بحداقه. يبعت لها ورقه طلاق على الاسم دي لازم حصلت حاجه كبيره قوي. وفات على جوازهم جمعتين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. طلاقها غيابي لازم لاقى فيها حاجه. لا حول الله يا ترى طلقها ليه؟ ودي عايز اسال يا سيزاكي الحكايه كده على المكشوف. راجل يطلق مراته بعد جمعتين تبقى الحكايه ايه؟ تبقى ايه؟ انا عارفه بقى اعرف انت بقى. وقعادي هو اللي وقع نفسه بايده. انا ما كانتش عجباني ابدا جوازة الشبابيك دي. هي جوازة الشبابيك بتعمر بيوت؟ كنا فايقين ورايقين قبل ما يجوا الحتة. حقه هما طبوا الحتة يا اختي من هنا والواد الكعبل معرفش راسه من رجليه. بنت فجرة وقادرة قوي 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 يا ست ام حسين. مش زي خيبتنا احنا ما كناش بنات كنا ملايكة كنا مغمضين وما فتحناش غير في بيوت جوازنا. على قولتك مش زيها هي دي مفتحة وهي في بطن امها. قطعي لسانتهم دي ست شريفة اشرف من الشرف. اقول لك الحق انتوا ما كلكوش النسب ده ابدا. دول ناس بتوع غاغة وشوشرة. الاسم كده يا ست زهي احلف يمين ومسؤولة عنه ان ما حد طلع الكلام ده على ست شريفة الا الولية القربة ام حسين.
إن الرجل في مجتمعنا يمارس حرياته على نطاق واسع قبل الزواج، فإذا جاء وقت الزواج بدأ يحاسب زوجته على ماضيها. كوباية تنسون عاملها لك بإيدي بالهنا والشفا. ولنا الآن أن نسأل، هل تعد الزوجة ملكية فرضية لزوجها يملك حياتها بماضيها ومستقبلها؟ وهل يوجد الزوج الذي يغفر لزوجته علاقتها السابقة فلا يضطرها إلى تكفيله؟ إيه يا علي؟ مش عاجبك الكلام ده؟ خليها على الله، مدام ضميرك نضيف خلاص. الحاجات دي يشربها الجماعة اللي عاملين حقين، اللي بيستغفلوا الناس ويمرمطوا ببنات الناس. كما تدينوا تدان. حسين، توفيق عمل حادثة ونقلوه المستشفى. تعور؟ الظاهر كده، لازم نروح نشوفه. يلا بينا. الأوضة اهي، ادخل انت دلوقتي وانا جاي لك حالا. شريفة، انت نمتي؟ عايزة اسأل. حسين جه يا شريفة. بيني وبينك، ابعد عني، ابعد عني، سيبونا استريح، سيبونا استريح، عايز استريح. ملوا بعرو شريفة، لما سمعت انك عيانة جيت اطمن عليك. وبأي سبب عايز تطمن علي؟ بصفتنا جيران على الاقل. انا بكره اللحظة اللي جمعتنا بحتة. أنا مش هحاسبك على الكلام ده. يعني أنا كنت حاسبتك على كل اللي عملته معايا. حبي ليكي هو اللي خلاني أغير عليك. أنا كنت فاكر كده لغاية ما قطعت كل حاجة بيني وبينك بالورقة اللي بعتها لي. آخر حاجة كنت أتصور إنك تعملها معايا. يا شريفة، لو ما كنتش بحبك ما كنتش اتجوزك في يوم وليله. لو ما كنتش بحبك ما كنتش اغير عليك. كنت غير عليا من حاجه فاتت. شريفه، تسمح تيجي معايا؟ تعالى معايا قبل. لا لا لا، اتفضل. أنا جيت أطمن عليها، والحمد لله اللي لقيتك علشان عايز أتكلم معاك. أنا متشكر قوي إنك جيت، لكن ما افتكرش إن حاضر أتكلم معاك في أي موضوع. يظهر إن حضرتك مش عارف اللي حصل بالظبط. بالعكس، شريفة فهمتني على كل حاجة، والحمد لله اللي ربنا خلصها منك في حياتي قبل ما أموت. ترضى حضرتك إن طبعا محدش يرضى أبدا إن يفتح بيته لأولاد الناس ويعاملهم زي أولاده ويطلعوا هم أندال ما عندهمش أي ضمير. الولد ده وأمثاله زي أي وباء ممكن يصيب أي عائلة مهما تعصنت. يعني حضرتك شايف إني كنت معذور؟ معذور في إيه؟ كونك طلقتها؟ لما عرفت اللي حصل كان صفع لي. وجزاء الصفع يكون حكم الإعدام؟ أنت ما تعرفش إن الطلاق بالنسبة للزوجة زي حكم الإعدام؟ وإذا كان في إيدك أنت إنك تصدر الحكم ده بصفتك رب البيت فالرب من ظالم أبدا، الظلم من عمل الشيطان. أنا شايف إني مش من المناسب إن احنا نبحث الموضوع ده هنا. فعلا، أنت سيد من يعرف إيه هو المناسب واللي مش مناسب.
يعني كان من المناسب قوي انك تطلقها بعد 10 ايام من جوازكم وتسيبها لوحدها في بلد ما تعرفش فيها حد؟ واكد لك ان الموضوع ده. اهلا وسهلا. اهلا بك يا عم. سلامتها الف سلامه. انا ما عرفتش غير النهارده. انا متشكر يا ابني. عفوا يا عم. الاستاذ عبد الحميد خطيب شريفه. اتفضل يا ابني. انت السبب في اللي حصل. لو ما خدتنيش المستشفى ما كنتش سمعت اللي سمعته من ابوها. عندك حق، لكن هو كمان معذور. معذور ليه؟ مهما كان دي بنته برضه، واللي انت عملته فيها ده مأثر فيه قوي. لكن سيبك من ده كله، انا اللي مضايقني اكتر اني شفت الجدع المدرس ده هناك. انا مش قادر افهم ازاي يسمحوا لنفسهم ان واحد يخطبها وهي لسه ما وفتش عده. لازم يعملوا كده يا حسين. واحده تتجوز وتتطلق بعد 10 ايام، يبقى معناه ايه ده؟ سمعتها بقت بطاله قوي في الحته، الاشاعات كترت عليها خالص. كان ممكن الصدمه اللي حصلت لها دي تعمل لها عقده ومين عارف يمكن كانت تعمل في نفسها حاجه. انت مستهون بان واحد يحس انه مظلوم؟ مظلومه؟ انا من رايي لو كل واحد يحاسب مراته بعد ما يتجوز على الحاجات التافهه اللي حصلت لها وهي عيله صغيره، يبقى مفيش حد هيتجوز ابدا. انا احاسب مراتي من يوم ما اتجوزتها بس، انما اذا كنت عاوز تحاسبها على اللي فات يبقى مفيش قدامك غير طريقه واحده تريحك. هي ايه؟ تروح تستنى على باب مستشفى الولاده، واول ما واحده تولد بنت تاخدها وتحطها في قفص وتقفل عليها بالمفتاح، ولما تكبر تبقى تتجوزها. اهلا وسهلا سي بهجه. متشكر يا تيزا. اشرب يا حبيبي عقبال ما نشرب شرباتك ان شاء الله. تيزا، حسين مش هيتجوز. يا مدام تيتف من بقك بعد الشر، ليه بتقول الكلام ده؟ وليه يوجع دماغه؟ يتجوز واحده يكون لها اخ، واخوه هيكون له صاحب، وصاحبه يشوفها وهي تشوفه وتكلمها، وبعدين تبقى مصيبه على ايه؟ غريبه انتوا بتتكلموا في موضوع انا ما بفكرش فيه ابدا. امك بتفكر لك. امك، انا النهارده كنت عند ام فوزيه. بعدين بقول لك الكلام ده لوحدينا. بعدين اسمع يا حسين، انت ليه ما تاخدش اجازتك اللي انت قطعتها وتروح تقعد في حته بعيده قد يومين؟ انا برضو بفكر في الموضوع ده. على الاقل تنسى التفكير شويه في الموضوع ده. تفتكر يعني لو سافرت هقدر انسى اللي حصل؟ انا كل ما بفكر اني اتجوزتها لاني كنت فاكر اني هكون اول راجل في حياتها ببقى هتجنن. وتتجنن ليه؟ الحكايه مش محتاجه لجنان ولا حاجه. كل المساله ان الانسان منا ساعة بيبقى أناني لدرجة إن كبرياءه بيخليه يكبر الحاجات الصغيرة التافهة. تعرف أنت عملت زي الراجل اللي اشترى جزمة وبعد ما لبسها شوية اكتشف إن في واحد غيره قلب فيها واتفرج عليها قام كرهها وسابها. حسين، لغاية ما تعترف إن الست مش زي الجزمة ابقى فكر في الجواز تاني. رايح فين؟ أنت قاعد معايا. معلش، أصل سميحة مستنياني. لما تفكر في حكاية السفر يبقى اديني خبر. سلام عليكم. عليكم السلام. Thank you.
إله إلا الله. تسمح لي أسأل سؤال ولا ممنوع أتكلم؟ توفيق، أنت جاي معايا تسليني ولا تضايقني؟ أسليك؟ ليه يا أخي؟ وأنا عرجوز؟ كويس أوي دي. هلكتني أسئلة من ساعة ما خرجنا. تسمح تقول لي إيه اللي خلاك اخترت الفيوم بالذات عشان تتفسح فيها؟ مفيش سبب. أهو ده أكبر دليل على إنك أنت لسه بتحب شريفة. ما بحبهاش. لا بتحبها. توفيق، إحنا اتفقنا ما نفتحش السيرة دي تاني. ما أنا ما أقدرش أقفل بقي وأقعد أخرس. أنت عايز تتحكم فيا يا أخي؟ هو أنا مراتك؟ توفيق. خلاص يا سيدي مش هتكلم. أهو هنكتب. بلاش. لكن أنا ما أقدرش أشوف حاجة قدامي مش عاجباني وأقعد ساكت أبدا. إيه اللي مش عاجبك؟ مدام عايز ترجع مراتك تاني، إيه اللي حيشبك؟ مش عايز أرجعها. لا عايز ترجعها. وكبريائك هو اللي منعك. إذا ما كنتش عايز ترجعها، ما كنتش جبت لنا الفيوم تاني. رايح فين؟ أشوف حتة تانية أقعد فيها. معلش يا سيدي حقك عليا، أنا غلطان. أرجوك ولا ترجوني ولا حاجة، خلاص، خلاص. ايه ده اللي بتعمله؟ نظارات، يمكن نلاقي حد نبص عليه من شباك اللوكاند. اوف منك يا اخي. انفخ يا اخويا انفخ، والله ما حد هيجيب لي الكافيه غير. الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك. التهاني مش جاي ان شاء الله؟ لا انا اللي جاي معاه المره دي. ازيك انت؟ نحمده. وازاي يا عبده؟ ربنا يفك دقته. ليه ماله؟ مقبوض عليه شغلات قتل. يا حفيظ ده جدع طيب وابن حلال. الدهون العظيم. قتل مين؟ قتل مراته. ها؟ ليه؟ إن الله حليم ستار. قتلها ليه صحيح؟ قتلها بعد جوازه بخمس أيام. شافها استغفر الله العظيم مع واحد تاني. كانت تعرفه قبل الجواز؟ لا أبداً، ده راجل غريب مش من هنا. عرفته بعد ما نزل البلد بيومين، سكنت قدامه، شغلها، اتعرف عليها. مادام عرفته بعد الجواز تبقى تستاهل أطمر رقبتها. دي كانت بنت حلال وعبد مربيها على إيده. وخطيبها وهي لسه صغيرة. هي دي البنت اللي انتوا حضرتوا فرحها؟ ايوه. يلزم خدمة؟ لا متشكرين اوي. بتضحك على ايه يا استاذ؟ بضحك على سي عبده اللي اتجوز على السكين وتأكد انها حمرة وحلوة وبعد ما اتجوزها طلعت قرعة. المهم انها تبقى حلوة بعد الجواز، مفهوم؟ يعني ايه؟ يعني بطيختك كانت حلوة قوي، وعشان واحد خبط عليها كده قبل منك اتجننت ورفضتها برجلك. لو كنت مطرحي كنت عملت اللي عملته. انا ولا كان يهمني حاجة ابدا. المهم انها تحافظ على شرفها بعد الجواز. لو رمشت بعينها كده ولا كده بعد الجواز دي حاجة تانية. اعترف يا استاذ اعترف. وبعدين معاك. الله، ولا بعدين ولا قبلين. الله، واسمع ما اقولك، انت ما تتنرفس عليا، انا مش جاي معاك عشان تسقط فيا، انا هستناك تحت. الله. عريس تاني. انا عارفه يا اختي بيصطادوا العرسان دول ازاي. صباح الخير يا ست. الهي ما تشوف ريحه الخير، بتعمل ايه عندك؟ اللهم اخزيك يا شيطان. اخزيها انت واسحب الزفت اللي في ايدك ده واتطرق من هنا. قال الجار يا ست، دي شادينا للفرح. فرح الشوم، فرح النوم. الهي يا بعده ما تشوفوا عمركم ريحه الفرح. ساتر يا رب، انت عندكم ميت ولا ايه؟ اخرس قطع لسانك. الميت عندكم انتوا وعند اهلكوا. يا دون يا دون الدون يا حانوتي. ده بيحكي ليه؟ انزل يا معلم، ما تعلقش حاجة عندك. عندك حق، ده بانه هنا كمان عتم قوي. ما عتم الا وشك. مفيش لازمة للكلام ده يا معلم، دول برضو جيراننا. ايه لازمة العياط دلوقتي يوم فرح البنت؟ سيبيها منها لله. انا ما بعيطش عشان كده. اما بتعيطي ليه؟ بعيط عشان شريف. مالها شريف؟ اتكلمي. موت اوحى من العياط جوه. ازاي الكلام ده؟ مالك يا بنتي؟
مفيش حاجة يا بابا. كده برضو تخبي على بابا حبيبك؟ في واحدة تعيط يوم فرحها من غير سبب؟ يلا قولي لي يا ستي أنا، انت مش عاوزة عريسك ده؟ قولي لي يا بنتي ما تخبيش. أنا ما أقدرش أخالف أوامرك يا بابا. أوامري؟ كل حاجة تتعمل بالأوامر يا بنتي إلا الجواز. أقدر أعرف مش عاوزاه ليه؟ مش حاسة إني هكون سعيدة معاه يا بابا، إحنا اتنين بعاد عن بعض خالص. لكن ده جدع مؤدب وذوق وبيحبك. الحب من طرف واحد مش كفاية. معاكي حق يا بنتي، لكن أنا متأكد إنك هتحبيه بعد ما تتجوزوا. حبه لكي وعطفه عليكي ومعاملته الكويسة هتكون أكبر ضمان على إنك هتكون سعيدة معاه. يا بابا لما تقش عاد معاه ساعة واحدة على بعضها إزاي هيعيش معاه العمر كله ببيت واحد؟ أنا حاسة إنه غريب عني يا بابا. كل واحدة بتحس إن خطيبها غريب عنها لحد ما يتجوزوا، وده كان نفس الوضع بالنسبة لحسين. لا أنا عارف انت لسه بتعز حسين. انا ما قلتش كده يا بابا، انا بعتبر حكايتي مع حسين انتهت خلاص، كانت حلم مزعج وخلصت منه. اللي يشوف امورك يفتكر غير كده خالص، لكن لازم يكون عندك كرامة وعزة نفس. حسين سابك بعد جوازكم بعشر ايام، ما عملش حساب لكلام الناس عنك وعن سمعتك. صحيح هو جالك يزورك في المستشفى وانا كنت شديد معاه، لكن ده لو كان بيحبك صحيح زي ما انت متصورة كان يتكلم تاني وتالت، كان عمل المستحيل علشان يتصل بيكي ويعتذر عن العملة اللي عملها. انت معك حق يا بابا كل الكلام. مش كل حاجة يا بنتي يصادفها الانسان في الحياة ويكون راضي عنها. أنا عارف أنت مش موافقة على خطيبك 100%، لكن تأكدي يا بنتي إن ده الحل الوحيد للخلاص من الحالة اللي أنت فيها والرد العملي على الإهانات اللي جاتنا من حسين. أنا كل أملي في الحياة إني أشوفك سعيدة ومبسوطة. ربنا معاك يا بنتي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يلا يا حبيبتي اغسلي وشك ورتبي نفسك. حاضر. عارف الحته دي اسمها ايه؟ عارف. طب اسمها ايه؟ وادي الصدأ. وعارف سموها كده ليه؟ طبعا ما تعرفش، انا هقول لك. طب قوم بقى خد الوقع منك، قوم. حد يمشي بضهره كده يا فالح؟ فيه الناس اللي بيبص وراهم، اللي زيك واللي يبص وراه يقع زي ما حصل وعمره ما يوصل ويتعب. الفلسفه دي كلها جبتها منين؟ وحي الله. اسمع، تعرف الواحد لو مشي هنا وكان بيفكر في واحد بيحبه يسمع صوته؟ انت هتهجس؟ اهجس؟ دي حاجه مجربه، حتى لو تنده اسمك هنا تسمع نفس الاسم بعد شويه. اسمع انا هند على نفسي. يا توفيق. توفيق عايز ايه؟ عايز ايه توفيق؟ بقولك عايز ايه؟ الله، ازيك؟ الله يسلمك. لا اما اروح اشوفه. انت مش فاكرني؟ فاكرك كويس. اهلا وسهلا، توفيق ابن خالتي.
الاستاذ فؤاد. اهلا وسهلا. فؤاد عزمي باشمهندس المساحه. ما تفضلوا معانا، الخيام بتاعتنا قريبه من هنا. الدنيا حر هنا عندكم موت. امال انا اعمل ايه؟ انا بقالي سنتين هنا ما نزلتش مصر ولا مره. يا سلام، اكل العيش. اعمل ايه بقى حضرتك بتشتغل هنا بقالك سنتين ما نزلتش مصر ولا مره؟ ولا مره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تشرفنا جدا. اهلا وسهلا، تشرفنا جدا. اهلا وسهلا. ما تفضلوا. باشمهندس. ايوه. عن اذنكم، مع السلامه. مع السلامه. هو ده فؤاد اللي... ايوه انا ظلمته، انا كنت فاكر انه جا وراها من مصر مخصوص. يا شيخ اتقي الله. دلوقتي بس عرفت اني تسرعت في تصرفاتي مع شريف. الرجوع الى الحق فضيله. ازاي اصلح اللي عملته؟ تروح تعتذر لها وتردها وبعدين ترجع الماء المجاريه. ده اللي ناويت اعمله. يلا بينا. على فين؟ على مصر حالا. انت بتتكلم جد؟ ايوه يلا بينا. طيب. مساء الخير. اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مالك يا حسين؟ تعيان؟ سميحة، عايزك تعملي لي أكبر خدمة في حياتي، خدمة عمري ما هنساها. الله حسين، أنت جيت إمتى؟ دلوقتي حالا. إيه اللي عايزني أعمله لك؟ تخطبي له واحدة. يا أخي اسكت أنت. اسمت. أخطب له تاني؟ لا يا عم افتح الله. مش خطوبة ولا حاجة، اسمعي مني. أنا عرفت إني ظلمت شريفة. الحمد لله. وكل ظنوني طلعت فيها. مغفل على طول الخط. اسكت بقى أمال. عايز أعتذر لها. عايزها تسامحني. عايز اردها تاني. مع الاسف ده مش ممكن يا حسين، الشريفه فرحها الليله. ها؟ اذا مفيش فايده. وصلت متاخر. كل واحد بياخد اسمته ونصيبه يا حسين. قصدك تقول كل واحد بياخد جزاؤه. فعلا انا ما استاهلهاش. سميحة، ممكن اكتب لها كلمتين توصلهم لها؟ تقول لها ايه؟ هعتذر لها، هطلب منها تسامحني علشان ضميري يستريح، واهنيها وابارك لها. ده برضو كلام معقول. Thank you.
انت مش لازم تعمل في نفسك كده قدام والدتك. وبعدين يا اخي مفيش حاجة. انا مش فاهم انت سايب البلكونة دي مفتوحة ليه؟ ما نقفلها احسن. اه نقفل. بالعكس يا توفيق سيبها مفتوحة. يا شيخ نقفلها وبلاش فوسة. انتوا مش فاهميني يا جماعة. انا فرحان لشريف يا قوي. انا لو زعلت اعرف اني لسه ما تخلصتش من الانانية اللي جانت عليا وكانت هتجني عليها هي كمان. اسماء مامتكم عايزاكوا بره. رتيبة والله تشوفي لي بنتين مع اي حد بره. حاضر. المعازيم كلهم بيسألوا عليك. حاضر يا ماما انا جاهزة اهو. هات هات نساعتك. يا ترى اديتها الجواب؟ لازم اديتهولها. يعني فاتحين البلكونة بتسمعوا الأملة؟ إلهي ما يشوفوا ريحة الفرح أبدا. ملوش لزوم الكلام ده يا نينا. اسكت دول يستاهلوا حش رقبتهم. يعني كانوا عدينهم باليوم يوم ما توفي عدتها يوم ما يكتبوا كتابها. دي سادة. امال يعني كنت عاوز نعملها لكم ايه يوم فرحها؟ مش شايفيني انا لابسه ايه؟ حرام عليك يا نينا. اسكت. حرمت عليهم عشتهم. ده انا الود ودي اطلع البلكونه افقع لهم بالصوت الحياني. ده المأذون وصل. كلها جمعة ويرجع لهم تاني. ليه؟ عشان يطلقها. هو انت جيت تجيبيها قعدتي معاها؟ جايين حالا اهو. تعالي انت اقعدي مع الناس. حاضر. هاتيها انت اوام يا سميحة وتعالي. حاضر. احنا جايين على طول وراك. اوام يا بنتي المأذون وصل. امسك يا اخويا. انا هقفل الزفت ده. لقد اكتشفت أني لا زلت أحبك. أحبك إلى حد أني لا أستطيع الحياة بدونك. ولن تكون للحياة قيمة وأنت بعيدة عني. أودعك وأتمنى لك السعادة. السلام عليك. وكلت مين بقى يا بنتي؟ والدي. على بركة الله. يلا يا حبيبتي المعازيم مستنيينك برا. يا ابني مفيش حاجة. يلا نبعد عن الغم ده. سيبوني هنا يا نينا. يلا يلا نقعد في الصالة. يلا حسين يلا. يلا يا ابني يلا حبيبي. Thank you.
مفتوح يا توفيق. وقال جل شأنه: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد كمل نصف دينه. بارك في هذا الزواج واجعله زواجا سعيدا مباركا موفقا، واجعل منه الذرية الصالحة. آمين آمين. سر الفاتحة. حسين حسين حسين، رد على امك يا ابني. الصداق المسمى بيننا. العروسة هربت. قوم يا ابني الله يرضى عليك. يا ساتر يا رب خير ان شاء الله. اثبت اثبت. شريفة شريفة شريفة. اوعى يا اخويا كده، اوعى اوعى، خلينا اخدها في حضني. راحي انا راحي. كفاية يا غينة كفاية. اسمح كده، اتفضل يا أستاذ. مين ده؟ ما تخافش، ده المأذون. الرحمن مدام حتوضعها بعد ما وقفت العدة لازم تكتب الكتاب من جديد. شريفة كده يا شريفة. خلاص يا أم عبد الرحمن، دلوقتي أردها لك وأنا مطمن عليها. تبوت دلوقتي بقى تعمل لنا قهوة بس سكر زيادة زيادة وزيادة وزيادة. على بركة الله.